احنا عايزين نفرق بين حاجتين دلوقتي، عايزين نفرق بين كلمه ايرور ده الخطا الكلي جوه الكيس بتاعك. وانا اتفقت معاك ان الخطا ده بيبقى نتيجه ايه؟ عمليه الايه؟ المعايره. بس هل هو ده المصطلح ده ينفع يتقال على خطا الكيس كله؟ تعال نشوف. هو يعني كلمه ايرور دي نسبه مئويه بتعبر عن دقه الجهاز، نسبه مئويه بتعبر عن دقه الجهاز. طيب الانسرتينتي ده اللي هو ايه؟ الانسرتينتي ده بشكل بسيط جدا هي عباره عن قيمه رقميه للخطا. هي عباره عن ايه؟ قيمه رقميه للخطا اللي موجود، قيمه رقميه للخطا. بمعنى ايه؟ واحده الخطا الطبيعي بتاعك لما تيجي تقراه على اي جهاز قياسي يبقى 1% او 2% 3% في الاعراف في الحدود دي، تبقى الاكيرسي بتاعت الجهاز ده ممكن 97% 96%. طب انسرتينتي، الانسرتينتي ما بتبقاش عباره عن نسبه مئويه، الانسرتينتي ده عباره عن رقم او قيمه رقميه للخطا ده، هو الخطا كام كرقم. بمعنى الايرور تبقى نسبه مئويه يعني مثلا 1% 2% 3%. لكن لو انت مثلا بتكلمني على الجهاز في 100 درجه الحراره مثلا، يعني الطبيعي جدا ان الانسرتينتي بتاعتك تبقى بدرجه الايه؟ الحراره، نسبه او قيمه رقميه بالخطا. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا بتقرا قرايه ترمومتر 30 درجه، يبقى نسبه يبقى الانسرتينتي بتاعتك تبقى مثلا 30.5 درجه. يبقى النص درجه دي هي اسمها ايه؟ الانسرتينتي. طب لو انا بتكلم بقى على الايرور، الايرور مش هيبقى مديهولك كايه؟ كرقم، هيبقى مديهولك كايه؟ كنسبه مئويه. بمعنى تعال نشوف. أول حاجة إحنا عرفنا ده الفرق بين الأنسرتينتي والإيرور. الأنسرتينتي ده عبارة عن إيه؟ قيمة رقمية للخطأ، قيمة بتوضح الخطأ اللي موجود في الجهاز في القراية دي قد إيه. طيب الإيرور ده بيبقى عبارة عن إيه؟ نسبة مئوية. طب إحنا عايزين نحسب الأنسرتينتي لأي جهاز. في عندنا حاجة اسمها زيرو أوردر أنسرتينتي. ماشي؟ عشان أقدر أحسب الأنسرتينتي للجهاز اللي عندنا. رقم واحد، علشان اقدر احسب الانسرتينتي لاي جهاز قياس هعمل ايه؟ هقول ان الانسرتينتي عباره عن ايه؟ انا اتفقت معاك ان كل الاخطاء اللي بتحصل جوه جهاز القياس جايه من عمليه الايه؟ جايه من عمليه الايه؟ المعايره. فانت اول حاجه عندك الخطا بتاع جهاز القياس اللي هم بيسموه اليو سي. اليو سي ده اللي هو مين؟ خطا جهاز القياس. خطا اللي موجود في جهاز الايه؟ القياس. الخطا ده انت هتحسبه ازاي؟ جهاز الهاي ستريس تربيع زائد الزيرو درافت ايرور تربيع زائد السنسيتيفيتي ايرور تربيع زائد الريلاتيفيتي ايرور تربيع زائد اي خطا تاني في مستواك عليه. ده خطا موجود جوه جهاز القياس. طيب بيبقى عندك خطا تاني موجود برضه جوه جهاز القياس. ده الخطا اللي موجود جوه جهاز القياس نفسه. الخطا التاني ده موجود فين؟ في العداد. العداد بتاع جهاز القياس. يعني لو احنا مثلا ده بيسموه ايه بقى؟ الريزولوشن ايرور. ده الخطا اللي موجود فين؟ ده الخطا اللي موجود خطا الموجود فين؟ في العداد. خطا موجود فين؟ في العداد اللي بيقيسوا ايه؟ اللي بيطلع لك. بمعنى ايه؟ لو احنا عندنا عداد بيقيس السرعه بالشكل ده كده اهوت. السرعه الجهاز ارهاق 99 بالظبط. لو احنا عندنا عدد بيقيس السرعه، السرعه اللي عندنا بتبقى السرعه اللي عندنا مثلا العربيه ماشيه دلوقتي على سرعه 99.2 99.2 العداد بتاعك هيقرا لك ان هي كام؟ 100. هيقرا لك ان هي كام؟ 99. يعني هيبقى في 2 دول هنعتبرهم احنا عندنا احنا ايه؟ ايرور. هنعتبرهم احنا عندنا ايه؟ ايرور. طب لو كانت 99.5 هو هيقربها لحاجه من الاثنين، يا اما هيقربها ل 100 يا اما هيقربها لكام؟ ل 99. صح؟ يبقى الخطا اللي عندك قد ايه؟ نص. يبقى الخطا اللي عندك هيبقى قد ايه؟ نص كامل، صح؟ طيب احنا عندنا دايما هيبقى عشان تكبر تحسب الانسرتينتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، الخطا اللي موجود في جهاز القياس ده انت كده كده هتحسبه زي ما انت حسبته في شطر واحد. خلاص؟ اللي هو موجود في عمليه المعاينه. الخطا الثاني اللي هو اسمه ايه بقى؟ الريزولوشن ايرور. الريزولوشن ايرور ده خطا نتيجه العداد اللي انت حاطه فين؟
على الجهاز القياسي اللي عندي. صح الكلام؟ بيساوي ايه ريزولوشن ايرور؟ الريزولوشن ايرور زي ما انا قلت لك بالظبط نص في الستيب او الريزولوشن. الستيب ده اللي هو ايه؟ الجهاز الاعداد اللي احنا لسه واخدين المثال بتاعه. الستيب بتاعته الخطوه بتاعته بواحد. الستيب ده بيتعبر عن ايه؟ مقدار الزياده اللي بتحصل. الستيب الخطوه بتاعت الاعداد اللي عندك. هنا العدد اللي عندك بيبقى كام؟ 99. بعد 99 يبقى كام؟ 100. يبقى الستيب بتاعتك كام؟ واحد. ويبقى الخطا اللي موجود اكبر خطا هيبقى موجود في العدد هيبقى كام؟ نص. نص في واحد يبقى كام؟ بنص. ما هو ده طبيعي، ما هو لو كان العدد اللي عندك قرا 99 ونص، لو كانت السرعه فعلا 99 ونص، هو هيبقى غلط كام؟ يا اما 100 يا اما كام؟ وده اكبر خطا ممكن يحصل فين؟ في العداد. صح الكلام؟ عشان تحسب الريزولوشن ايرور ده هيبقى عباره عن نص في الستيب في الخطوه الواحده. يعني هيبقى في المثال بتاعنا هنا نص في كام مثلا؟ نص في واحد، فيبقى السرعه عندك فيها نص، يبقى انت كده جبت ريزولوشن ايرور. خطأين موجودين عندك عشان تحسب انسرتينتي. خطأ نتيجة خطأ نتيجة المعايرة بتاعت الجهاز أو خطأ جوه الجهاز نفسه اللي هم بيسموه عندنا احنا الايه؟ اليوزي. ده زي ما احنا كنا خدناه في شابتر كام؟ في شابتر واحد. خلاص؟ طيب الخطأ التاني اللي هم بيسموه اليونود أو الخطا ريزولوشن ايرور. ده خطا موجود فين في العداد؟ عباره عن نص ريزولوشن او نص الستيب. اضرب نص في الستيب بتاع العداد. هو كان السنه اللي فاتت ولا ده كان بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك عدد كده انالوج ماشي، هتلاقي عندك شرط كده خلاص، وبيطلب منك مثلا الريزولوشن بتاعك. الريزولوشن بتاعك مش كل شرطه كبيره وكل شرطه صغيره، لا انت بتشوف الشرطه الواحده من دول قد ايه. فهمت قصدي؟ علشان انت لو هي المؤشر بين العلامتين انت ممكن تقربها الناحيه او تقربها لايه؟ الناحيه الثانيه. الريزولوشن هو الفرق بين الرقم ده والرقم ده، اي رقم صغير. خلاص؟ ده الريزولوشن. طبعا الريدنج هي القراءه الحقيقيه. وطبعا الرينج بتاعك هو القراءه كلها او اللفه كلها. لازم تبقى عارف تميز بين الثلاثه دول عشان تتسجل. خلاص؟ اول حاجه عندنا بقى عايزين ناخد مثال على ايه؟ على اول انسرتينتي اللي هم بيسموها الزيرو اوردر انسرتينتي. الاكسامبل الواحد اللي بيحصل فيه بيقول لك اي اوتوموبيل سبيد ميتر، لو انت عندك جهاز بيقيس السرعه بتاعت العربيه، از جراديتد ان 5 ميل بر اور. لو انت عرفت ان العداد بتاع السرعه ده بيبقى متدرج 5، يعني 5 10 15. يعني اول حاجه الريزولوشن هم بيقول لك بكام؟ يعني الريزولوشن بكام؟ ب 5. على طول كده قبل ما تكمل يبقى اليونت بكام؟ ها؟ نص الريزولوشن. نص في 5. يعني نص في 5 يبقى بكام؟ ب 2 ونص ميل بر اور. انت كده حسبت اول خطا اللي هو مين؟ اليونت. ده الخطا اللي موجود فين؟ في العداد. وجاي يقول لك كمان مش كده؟ and has an accuracy rated to be within 4%. يعني ايه؟ بيقول لك ان الخطا اللي موجود عندك 4%. يعني اليو سي كرقم كنسبه مئويه 4% من القراءه الحقيقيه. ما هو الايرور ده هو اللي هو جاي في الاخر كنسبه مئويه بكام؟ 4%. طبعا لو انا ما قلتلكش سيره ال 4% دي من ايه؟ هتعتبرها منين؟ من السرعه الحقيقيه بتاعت الايه؟ العربيه في الوقت ده. يعني 4% هو بيقول لك ان العربيه بتتحرك بسرعه كام؟ 60 ميل بر اور. تبقى في كام؟ في 60. ده الخطا بتاع الايه؟ العداد. طب يو سي ده الخطا اللي موجود في الجهاز، هو بيقول لك ان الخطا اللي موجود في الجهاز كام؟ 4%. يبقى 4% من ايه؟ من السرعه الحقيقيه اللي العربيه دي ماشيه بيها. تبقى 4% في 60 تبقى بكام؟ 2.4 ميل بر اور. يبقى تقدر تقول ده ان الانسرتينتي كلها عباره عن ايه؟ جذر اليورو التربيع زائد اليو سي تربيع. تبقى جذر ال 2.5 تربيع زائد ال 2.4 تربيع. طب ما ايه ده هيطلع لك ايه الوحده بتاعته؟ هيطلع لك المفروض ان هو 3.465. الوحده بتاعته مين بر ايه؟ بر اور. وطبعا يا جماعه الكلام ده منطقي جدا. انا طلعت معاك كده الانسر تنت ما بتطلعش نسبه، بتطلع كايه؟ كرقم. دي كده الانسر تنت 3.465. يعني ايه 3.465؟ يعني لو كانت السرعه 90 تعمل حسابك ان ممكن تكون السرعه في الوقت ده كام؟
93.465 او اطرح منها تبقى كام 86.465. فهمت قصدي؟ يعني ممكن ده زائد او ايه او نص. صح الكلام. خلي بالك من حاجه تاني، الانسرتينتي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الخطا في الايه، الخطا الكلي اللي موجود في الجهاز، اللي دي خطا اللي جوه جهاز القياس نفسه، والخطا اللي موجود كمان فين في العداد بتاعك. صح الكلام. الريزوليوشن هي الستيب. الريزوليوشن هي الستيب. الخطا اللي موجود في العداد. طيب تعالى نروح لحاجه تانية. السؤال ده بيقول لك انا جبت 100 كتالوج، لو عرفت ان احنا عندنا جهازين قياس، جهاز اسمه ال 3.5 ديجيت، وجهاز ثاني اسمه ال 4.5 ديجيت، جهازين قياس عددهم خلاص. بيقول لك ال 4.5 موديل بيتكلف 50% اكتر من ال 3.5، يعني ده احنا بنجيب نسبه كام؟ 50% خلاص. وبيقول لك ان السبيسيفيكيشن بتاعت الاثنين اللينيارتي ايرور تمام، متفقين في هما في شويه حاجات كده. الاثنين متفقين ان اللينيارتي ايرور بتاعهم بكام؟ 15% من الفول سكيل، يعني 15 من 100 على 100 من الفول سكيل. وهو قال لك ان الفول سكيل بتاع الاولاني تمام، قال لك ان الفول سكيل بتاع الاولاني 200 والثاني برضه 200، يبقى طلعنا 10 من 100 تبقى كام؟ 3.10 كيلو باسكال. والهاي ستريس ايرور 2.10%، تبقى 2.10 على 100 في ال 200 تبقى 4.10. و ريبيتابيلتي ايرور 25% على 100 برضه من الفول سكيل يعني 200 تبقى بنص. هو بيقول لك ايه؟ ان الاخطاء الثلاثه دول ثابته في الاثنين، والاثنين ليهم نفس الايه؟ الفول سكيل اوبريتنج رينج، فبالتالي برضه بتبقى نفس الخطا اللي موجود فين؟ في الجهاز اللي هو رقم كام؟ اللي هو اسمه 4.5. يعني الاثنين هيبقوا متفقين فين؟ يعني الاثنين هيبقوا متفقين في مين؟ كده هيبقوا متفقين في اليو سي. يبقى اليو سي بتاع الاثنين عباره عن ايه بقى؟ بتاع الجهازين عباره عن جذر الثلاثه دول مع بعض، جذر 3.10 تربيع زائد 4.10 تربيع زائد النص تربيع، طلع لي من هنا اليو سي. طيب بعد ما احنا طلعنا اليو سي عايزين نطلع مين؟ اللي هيختلف بقى في الجهازين دول هو دقه الجهاز هتزيد نتيجه ايه؟ ان العداد ده مترقم ازاي؟ الريزوليوشن بتاعه ازاي؟ هو قال لك ان العداد الاولاني الجبتة بتاعته كام؟ بيقرا لك ازاي؟ 19.99. يعني ده كده هو بيزيد من معدل قد ايه؟ 1%. يعني اليونت هنا هتبقى بكام؟ نص الريزوليوشن، والريزوليوشن هيبقى 1%، تبقى بكام؟ 5000. طب التاني؟ قال لك ان العداد التاني الدقه بتاعته 19.999 من 1000. يعني اليونت الناحيه التانيه هتبقى بكام؟ نص في 1000. نص في 1 من 1000. 1/10. تبقى بكام كله؟ هتيجي تقول لي بقى ان هنا معاك اليوت ومعاك اليو سي، تحسب الخطا هنا اليو كليه بكام؟ الانسر تريد هنا جذر اليو تربيع زائد اليو سي تربيع، ونفس الكلام هناك اليو بتاعت الجهاز الثاني جذر اليو تربيع زائد اليو سي تربيع. طلع لي هنا مين؟ اليو واحد واليو. هتيجي تلاحظ حاجه مهمه جدا، هتلاحظ ان الاثنين الانسر تريد بتاعتهم قريبه، الانسر تريد الكليه بتاعتهم قريبه. لما هتقول ان هما الاثنين قريبين جدا من بعض، انت عارف الخطا الاولاني هيبقى بكام؟ واحد هيبقى الاولاني هيبقى ده لما هتيجي تحسبه هيبقى 0.7071 التاني هيبقى كام؟ الجهاز التاني 0.7071 الاثنين هيبقوا قريبين جدا من بعض. انت مش هتبقى محتاج الدقه العاليه، يعني انت مش هتبقى محتاج ان يبقى الرقم طالع كده، لان انت الجهاز في الاول وفي الاخر بيقيس ايه؟ الجهاز في الاول وفي الاخر بيقيس الضغط، يعني ده كله كان ايه؟ كان ده ضغط. حلو؟ الجهازين دول الاثنين بيقيسوا بايه؟ الضغط. فانت مش محتاج الدقه العاليه، فلو احنا مش محتاجين الدقه العاليه دي يبقى يفضل بالنسبه لنا احنا ان احنا ناخد مين؟ الجهاز اللي اسمه 3.5. اتفضل مساك يا معلم على طيب فندم.
ثلاثة. أهم حاجة واحد من ألف من إيه؟
من الريجن، يعني اليو سي بتاعتك هتبقى عباره عن ايه؟ 1/1000 من القرايه. كده في مشكله، في مشكله. الترانسفيرسر المفروض الخطا بتاعه يبقى وقته ايه؟ حلو ايه؟ بالغلط. طب طب وده المفروض كده الارقام اللي قدامنا دي كده لازم يبقى الوحده بتاعته ايه؟ فولت، صح؟ طب ده في مشكله، مش ينفع احط الاثنين تحت الايه؟ طيب المشكله عندنا كلها كلها تبقى فين؟ المشكله كلها عندنا تبقى في ان انا اقدر اخد الاثنين دول تحت الكف. خلاص؟ هديك كل هنا ايه؟ اليونت بقول لك ايه بقى خطا؟ بيقول لك ان في لينيارتي ايرور بالدرون. خلاص؟ بيقول لك ان لينيارتي ايرور 2.5 ملي فولت لكل اس ار. يعني هو معنى الكلام كده ان هو عايزك تعمل ايه؟ عايزك تطلع لي الخطا ده ملي فولت للبي اس اي. يعني انا لو ضربت ده في البي اس اي اللي عندي يبقى انا كده طلعت الايه؟ اللينيارتي. خلاص؟ وبيقول لك كمان الريبيتابيلتي ايرور 2 ملي فولت لكل بي اس اي. والريزوليوشن اللي عندك طبيعي جدا تبقى انت عارف ان الريزوليوشن دي كانت كام. طالما انت بتكلمني على ترانسديوسر مش عليها العداد، ده هو كل القرايه اللي هو خدها اللي انت دخلته هو حولهم ايه؟ لفرق وقت، فبالتالي هو مش عليها عداد، فبالتالي الريزوليوشن دي كانت كام بطبيعه تبقى عارف. لان وظيفه الترانسديوسر هنا ان هو يحول ايه؟ يحول بس يحول الضغط يحول الفرق ايه؟ طب في الحاله دي احنا قلنا ان الريزوليوشن عندنا كام؟ الريزوليوشن عندنا بص خلاص؟ احنا عايزين نجيب الاخطاء اللي موجوده. كلمه مهمه جدا قالها لك، قال لك ان السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز ده الكي. الكي احنا لسه قايلين من شويه ان الكي ده عباره عن الاوتبوت على الايه؟ مقدار التغير اللي حصل في الاوتبوت لكل تغير حصل فين؟ في الانبوت. عباره عن ايه هو بيقول لك؟ فولت لكل بي اس اي. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك اتغير فرق الجهد، اتغير الضغط هنا واحد بي اس اي هيبقى فرق الجهد قد ايه؟ التغير بتاعه هيبقى قد ايه؟ هيبقى واحد فولت. فهمت قصدي؟ واحد فولت لكل واحد ايه؟ بي اس اي. طيب عايزين نبدا نشوف حل المساله دي قد ايه؟ خلاص؟ عايزين نبدا نشوف الحل بتاع المساله دي قد ايه؟ نبدا من اول واحد بالفولت ميتر. هتيجي تقول ايه في الفولت ميتر؟ اليونت زي ما انت عارف نص في 10 في 10 اس سالب 6. بس هو قال لك ايه؟ ده هتبقى الوحده بتاعتك ايه دلوقتي؟ ده الرقم اللي هيطلع هيبقى بايه؟ بالفولت. طب اليو سي بص كده 1/1000 من القرايه. القرايه انت ما تعرفهاش. القرايه انت ايه؟ ما تعرفهاش. هو قال لك ايه بص كده؟ بيقول لك اذا قلنا البريشر از اكسبكتد تو بي اباوت 3 بي اس اي، يعني هو بيقول لك ان الضغط اللي هو بيقيسه تقريبا هيبقى كام؟ 3 بي اس اي. طيب 3 بي اس اي دي ما تنفعش، انت لازم تحولها تبقى ايه؟ لان لازم تبقى دي وحدتها ايه؟ فولت. فانت هتستخدم السنسيتيفيتي اللي عندك. هو انت مش عارف ان السنسيتيفيتي اللي هو بيقول لك ان هي بتساوي 1 عباره عن الاوتبوت على الانبوت. طب هو الاوتبوت اللي عندك الانبوت اللي عندك 3 والاوتبوت يبقى كام في الحاله دي؟ الاوتبوت يبقى كام؟ 3. يبقى الاوتبوت بتاعك هيبقى 3 فولت. فهمت قصدي؟ يعني هستخدم السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز اللي هو مديها لي علشان اطلع ان الاوتبوت بتاع الجهاز كام؟ 3 فولت. صعب الكلام؟ يبقى في كام؟ في 3. طلع لي بايه؟ اليو سي. كده انت جبت اليو سي. اليو سي كايه؟ كايه؟ كفرق جهد. تعال نروح لمين؟ تعال نروح ل الترانسديوسر. احنا دلوقتي عرفنا ان الثلاثه في الاس اي دول يعملوا لنا كام فولت؟ كام فولت؟ 3 فولت. فاجي اقول ايه بقى للترانسديوسر؟ هقول ان لينيارت ايرور 2.5 ملي فولت لكل بي اس اي. صح الكلام؟ طب انا دلوقتي كده عرفت ان هي 2.5 اول خطا ال 2.5 دول في 10 سالب 3 عشان دي ملي فولت وتضربها لي في كام برضه؟ في ال 3.
السؤال، وهو بيقول لك ان القراءه بتاعتك كام؟ اللي انت بتحدد له كام؟ 3. يبقى تقدر ده كام في كام؟ في 3. يبقى 2 ونص في 10 في 3 عشان تبقى فوق، تقدر ده كام في 3؟ بقت الوحده بتاعتك كام؟ ها؟ اللي جبت قالوا انت طلعتوا لي جبتوا ايه؟ فوق. والتاني؟ ها؟ 2 في 10 سالب 3 في 3 برضه لكل 3. وطلع لي اليو سي بتاعت الفيتامين. بعدين هتيجي تطلع لي في الاخر؟ اليو كلية تبقى عبارة عن ايه بقى؟ جذر اليو واحد اللي هي بتاعت الترانسديوسر زائد اليو اتنين بتاعت الفولتمتر، طلع لي خلاصات تانية كلية. بص الفكرة كلها في الحالة التانية ان احنا عندنا ايه؟ ان احنا بيبقى عندنا في الجذر اللي عندنا هيجي لك سيستم كامل. أول واحدة تاني، احنا كان عندنا كام حالة من حالة ترانسديوسر تانية؟ احنا عندنا تلاتة. أول حالة منهم ان هو يبقى ايه؟ يبقى جهاز قياس عادي. في الحاله دي عايز تحسب عنصر التربيع، يبقى كسر اليو يو سي تربيع زائد اليو يو تربيع، اليو سي ده اللي هو الخطا اللي موجود فين؟ جوه الجهاز 12 نتيجه المعايره، واليو يو الخطا اللي موجود نتيجه ايه؟ العدد، الخطا موجود فين؟ العدد اللي عندك. صعب الكلام؟ طيب ده الحاله الاولانيه، الحاله الثانيه هيدي لك سيستم، السيستم ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنسور وترانسديوسر، اهم حاجه في السيستم ده تاخد جهاز اليو بتاع كل جزء فيه تربيع، بس اهم حاجه كلهم ليهم نفس الايه؟ كلهم ليهم نفس الايه؟ طب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة يا ابويا، الحالة الثالثة هيبقى عندنا ايه بقى؟ هيبقى عندنا مش سيستم، ده هيبقى عندنا ثلاث اربع اجهزة قياس مع بعض شغالين مع بعض، عايز احسب ليهم الانسر تاني كلية. بمعنى هيبقى عندك هنا كده جهاز بيقيس شدة التيار، ممكن نسميه عندنا ايه؟ الاميتر صح؟ ده جهاز بيقيس شدة التيار. خلاص؟ وعندك جهاز تاني بيقيس لك الايه؟ المقاومة اللي هم بيسموه الاميتر، صح كده؟ ده بيقيس لك الايه؟ المقاومة. خلاص؟ أنا كده مدي لك الاميتر ده بيقيس شدة التيار، ومدي لك الايه؟ الاميتر ده بيقيس الايه؟ المقاومة. هي بيطلب منك حاجه الانسر تنتي اللي موجوده في فرق الجهد، وبيقول لك ان دي تبقى انت عارفها ان دي بتساوي اف ار، وعايز منك الانسر تنتي اللي موجوده في حاجه ثانيه خالص. يعني احنا عندنا جهازين كل واحد الخارج بتاعه مختلف عن الايه؟ عن الثاني. مش هينفع تيجي تقول لي الانسر تنتي بتاع الداتا بي اقصى الانسر تنتي بتاع الداتا بي، لان الانسر تنتي بتاع الداتا بي بتبقى عباره عن ايه؟ الوحده بتاعتها دي اه، يبقى الانسر تنتي بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ جذر اليو التربيع زائد اليو سي تربيع، المفروض الوحده بتاعتك هتبقى هنا ايه برضه؟ امبير، صح كده؟ ده المفروض الوحده بتاعتك، طب الوحده بتاعتك هنا انت بتقيس المقاومه او، صح الكلام؟ طب الانسر تريد بتاعتك هتبقى عباره عن ايه؟ جذر اليو تربيع زائد اليو سي تربيع، هتبقى الانسر تريد بتاعتك هتبقى ايه؟ وهنا كانت امبير، صح؟ مش هينفع تاخد الاثنين دول تحت الجسر، طب هتبقى ايه الموقف بتاعك في الحاله دي؟ ومفيش سنسيتيفيتي تربط الاثنين مع بعض. طب انت هتعمل ايه في حاله زي كده؟ في الحالات اللي زي كده احنا بنضطر ان احنا نستخدم حاجه اسمها القاعده التفاضليه. القاعده التفاضليه دي انت عايز ايه؟ انت عايز الانسر تنتي اللي موجوده فين؟ اللي موجوده فين؟ في فرق الجهد، صح؟ الانسر تنتي بتاع فرق الجهد انت عارف ان الاخر التوب ده على ان في بتساوي اي في ايه؟ في الارض. هتيجي تقول لي ايه بقى؟ هتيجي تقول لي بيت افتح بص عباره عن ايه بقى؟ الانسر تنت بتاع كده عباره عن الانسر تنت بتاعت الاميتا. خلاص؟ في تفاضل العلاقه اللي عندك اللي هي بارشال بي بالنسبه للار. يعني الانسر تنت في تفاضل العلاقه اللي انا دي بالنسبه لمين؟ للقاص تربيع زائد الانسر تنتي اللي موجوده فين؟ في المقاومه. خلاص؟ في ايه بقى؟ في تفاضل بارشال في بارشال ار تربيع الكل اس كام؟ نص. خلاص؟ تعالى نشوف كده واحده واحده. هو مثلا قلت لك ان الاداء اللي عندك كانت ب 2 امبير وجبت انا دي ب 1 من 10 امبير ومديها كده الاميتر كانت عباره عن 3 اوم على نفسها ودي كانت مديها لك ب 4 من 10 انا مديها لك الار والانسر تنت بتاعت الار ومديها لك الار والانسر تنت بتاعت مين؟
عايزين منك في الحاله دي كده عايزينك تقول لنا الانسر تيرت بتاعت البي. تعال نشوف كده بقى الانسر تيرت بتاعت الاول اللي هي كام؟ اللي هي كام؟ بواحد من عشره. في تفاضل البي بالنسبه لاي يبقى اللي هي مين؟ تفاضل البي بالنسبه لاي يبقى ايه؟ عباره عن ار. الار اللي هي كام؟ بتلاته. ما هو ده كده هتبقى وحيد زي كده بقى عباره عن دي عشان هتبقى وحيدها ايه؟ مش هتبقى ار. الماده بتاعت الار ايه؟ او. والماده بتاعت الانسر تيرت بتاعت الاي عاملين برضه نفس الواحد في الامبير صح؟ يبقى الاثنين لما تدقوا في بعض يبقى وحيدتهم ايه؟ بول. وانت عايز الانسر تيرت بتاعت مين؟ اهم حاجه الوحدات في الانسر تيرت. طيب وانت قايل ان ايه؟ ان بارشل دي بارشل اللي هي عباره عن ار يبقى الجاي بقى بالثلاثه. تلاته زائد الانسر تيرت بتاعت الار اللي هي بجانب 4 من 10 في بارشل دي بارشل ار اللي هي عباره عن الاي والاي اللي هي بجانب 2 تربيع الكل والصوص. دي وحدتها يبقى كده فولت تربيع ودي فولت. تقدر تحطهم الاثنين تحت الايد دلوقتي في الجهاز ويبقى الخلف بتاعك يبقى ايه برضه؟ صح؟ صح؟ مشكلة الانسر تيرت في الحلقة الأخيرة إن أنت تعرف تجيبها لي كإيه؟ إن تعرف تجيبها لي كإيه؟ كوحدة. خلاص؟ ممكن بقى هو يجي لك أي جهاز يعني مثلا يجي يقول لك عايز الانسر تيرت ماشي؟ عايز الانسر تيرت في حاجة اسمها النصر تنمر. نصر تنمر ده احنا هنعمل الترم التاني كتير قوي. خلاص؟ تبقى عارف ان النصر تنمر ده عبارة عن الاتش الكونفكشن كوفيشنت. لما كنا خدناه في دي اتش في دي على ايه؟ على كي. ويجي لك العلاقة دي. ويطلب منك ايه؟ ويطلب منك ان انت تجيبها لي كايه؟ ويطلب مني ان انت تجيبها لي كايه؟ كقيمة. تقول عايز النصر تنمر في مين؟ في النصر تنمر تاني. هيديلك الار وهيديلك الاتش وهيديلك الانسر تيرت بتاعت مين؟ الاتش. خلاص؟ وهيديلك الدال القطر وهيديلك الانسر تيرت بتاعت مين؟ الدال وهيديلك الكونتاكتيفيتي الاثنين وهيديلك الانسر تيرت بتاعت مين؟ الكونتاكتيفيتي. هيديلك الاثنين دول. فهو طالب منك الانسر تيرت في حاجه ثانيه. يعني انت تعرف منين ايه الحاله الثالثه؟ ان يبقى المتغيرات اللي عندك كلها في علاقه بتربطهم مع بعض. انا لو اديتك علاقه يبقى هي دي على طول انهي حاله؟ الحاله الثالثه. الحاله الثالثه. طيب الحاله دي انت هتعمل ايه بقى؟ عايزين نجيب الاتش بتزايد 150 زائد او ناقص 7%. يعني ال 150 دي هي مين؟ الاتش. والانسر تاني هي اللي جنبها بتاعت الاتش ب 7% يعني 7 من 100 في ال 150. يعني انا كده مديلك العلاقه دي كده انا بقول لك ان دي الاتش وبقول لك ان اللي جنبها ده ايه؟ الانسر تيرت بتاعتها. وجاي يقول لك ان الدايمتر 20 زائد او ناقص نص يبقى الانسر تيرت بتاعتك بكام؟ بنص. وبيقول لك ان الكي 6 من 10 زائد او ناقص 2% يعني 2 يعني 6 يعني بعد كده 2% في 6 من 10 طلع لي من ده مين الانسر تيرت. انا مديلك الست دول مديلك الاتش والانسر تيرت بتاع الاتش مديلك الدايمتر والانسر تيرت بتاعك الدايمتر مديلك الكي والانسر تيرت بتاعك الكي. عايزين منك ايه بقى؟ الانسر تيرت بتاعك مين؟ نصر الاتنمر. ايا كان النوع اللي هو هيبقى من دلوقتي بتعمل ايه؟ هتيجي تقول ان الانسر تيرت بتاعت نصر الاتنمر بتزاد. الانسر تيرت بتاعت نصر الاتنمر بتزاد. فاضل النصر أول واحدة الـ H تبقى الـ answer تنزل بتاعت H تبقى تفضل النصر بالنسبة لمين؟ للـ H زائد الـ answer تنزل بتاعت الدايمتر في بارشل تفضل النصر يعني بالنسبة لمين؟ للدايمتر زائد الـ answer تنزل بتاعت مين؟ الـ K في تفاضل العلاقة اللي أنا مديها لك دي بالنسبة لمين؟ لكي كل تربيع كل اسم تحت الجهاز بالصوص. تعالوا نبدا واحده اول واحده اليو اتش معاك تفاضل النص
بالنسبه للاتش الفضله الوسط بالنسبه للاتش عباره عن مين؟ الدي على الكي. وانت معاك الانسرتينتي بتاعت مين؟ رد عليا. وانت معاك الانسرتينتي بتاعت الاتش ومعاك الدلتا ومعاك مين؟ الكي. ده اول ايه؟ القوس الثاني الانسرتينتي بتاعت الدلتا اللي هي كام؟ بنص. في تفاضل النصر بالنسبه للدلتا اللي هو عباره عن اتش على ايه؟ اللي هو اتش على الكي. وانت معاك الاتش ومعاك مين؟ الكي. معاك الانسرتينتي بتاعت مين؟ الدلتا زائد تفاضل الانسرتينتي بتاعت الكي. في تفاضل النصر بالنسبه للكي. ايوه تبقى زائد اتش دي على كي تربيع. كل تربيع يكون نصه كام؟ طب ما انت معاك اتش ومعاك الدلتا ومعاك الكي وهنا كي كل دول معاك كده؟ عوض. ايه المفروض في الاخر خالص؟ تعوض وتطلع لي مين؟ نص التربيع. صعبه؟ اي علاقه هو هينتهي لك انت المفروض تبقى عارف تطلع ايه فيها؟ الانسر تنتهي بتاعتك. يبقى انت عندك كم حاجه في الانسر تنتهي؟ ثلاثه. اول واحده جهاز عندي خالص يقول لي هات يو سي وهات يو. يقول لك طلع الانسر تنتهي. جذر ده تربيع زائد ده تربيع. جذر الخطا اللي موجود في الجهاز والخطا اللي موجود فين؟ في العداد وطلعه. الحاله الثانيه يدي لك ايه؟ سيستم. سيستم ده فيه سنسور وفيه ايه كمان؟ وفيه ترانسديوسر. سنسور وايه؟ وترانسديوسر. جذر تجيب هنا اليو واحد الانسر تنتهي كلها هنا. الانسر تنتهي الثانيه اليو كلها عباره عن جذر يو واحد تبقى سنسور يو اثنين تربيع. اهم حاجه يبقوا الاثنين دول يبقوا نفس الايه؟ الوحده. ويبقوا زي نفس الوحده. لو الاثنين لو انا اديتك السنسيتيفيتي بتاعتك لازم تستخدمها عشان تخلي دي فولت مثلا ودي فولت او دي امبير ودي امبير. اهم حاجه يبقوا نفس الايه؟ الوحده. طب الحاله الاخيره ها ان هو يدي لك علاقه بتربط جهازين مع بعض. في الحاله دي انت لازم تعمل ايه؟ انت لازم تعمل ايه؟ تضطر انك تعمل التفاضلات. صعب؟